هو بالنسبه للعدد تاع الملاعب، احنا عارفين مزيان بلي العدد تاع الناس اللي كيمارسوا كره القدم واللي عنده كياخدوا هوايه ولا عزيز عليهم يلعبوها، فاش كيبغيو يلعبوها معظم تاعهم ما كيلقاوش فين. اولا حيتاش باش انه تبغي تلعب كره خاص انه تكون في شي جمعيه ولا شي جمعيه انفورميك تقول لك بلي راه كنلعبوا في هذه الوقيته. وهذه بالنسبه للملاعب هما قلال، حيتاش اكادير فيها بزاف الناس اللي كيلعبوا كره، بزاف الناس اللي عزيز عليهم يلعبوا كره، وفيها بزاف المواهب اللي الا تعطاتهم شويه غير شويه القيمه يعني فين يلعبوا يقدروا انهم يتعرفوا دوليا يتعرفوا وطنيا ويقدروا يقدموا مواهب اللي هما زوينه. كاينين بزاف ديال لي سباس فيغ في اكادير فين زكان، كاينين بزاف ديال البلايص فين زكان اللي يقدروا انهم يديروا فيهم ملاعب، حيتاش كما كتشوف هنا كيكون ملعب صغير اللي كيلعبوا فيه خمسه خمسه، يعني ديجا لي سباس اللي كيخص ماشي شي سباس كبير. حنا عارفين مزيان بلي انه الا خصتي مكان فين تلعب كره يقدر يكون فيما بغى يكون، ما غاديش يشكل مشكل، ما غاديش يشكل حتى شي حاجه، يعني تقدر دير وحده سوق وكاينين الناس كيلعبوا كره وسوق ناس كيبيعوا ماشي مشكل. هو مدينه اين زكان فيها بزاف ديال الكوميرس، فيها بزاف ديال البلايص اللي كيدار فيهم هي البيع والشراء. حنا مثلا كنعرفوا مزيان بلي انهم الاسواق كيكونوا فيهم دي سباس كبار، كيكونوا فيهم محلات كثار، وكنلقاو انه وسط الاسواق كيكونوا اماكن كيكون اسباس، هذاك الاسباس مثلا الا ردينا تيران صغير ما غاديش يشكل حتى شي مشكل على السوق، يعني يقدروا يكونوا ناس هنا كيلعبوا كره ودايرين بهم محلات كيبيعوا وكيشريوا، يعني نستغلوا هذوك الاماكن اللي يقدروا يمارسوا فيهم كره. حيتاش الا بقينا كنستغلوا المدينه غير على قبل الكوميرس 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 غادي نقتلوا بزاف ديال المواهب، ولي جون ما عزيزش عليهم الكوميرس، هما في هذا لاج هذا كيبغاو يلعبوا كيبغاو يستثمروا المواهب ديالهم. يعني مدينه زوينه بالبيع والشراء، شي حاجه اللي هي مزيانه اللي كتعطي قيمه للمدينه، ولكن حتى الرياضه كتعطي حاجه زوينه حتى هي للمدينه، كتعطينا ناس رياضيين وكيعمروا الوقت تاعهم، ما كيمشوش كيديروا حوايج شرا اللي هما خايبين ما كيلعبوا كره، يعني راه توفرت لهم هذه الحاجه غادي يلعبوا كره وغادي يمارسوا هوايه تاعهم بشكل منتظم. إقبال كثير بزاف بالخصوص على هذا الملعب هذا، حيت جا وسط المدينه والدراري كيجيو يلعبوا هنا، وكنتمناو نلقاو شي واحد اللي يشد بيد هاد الدراري هادو اللي يتعاون معاهم يزيدهم شي حصه ولا يدخلهم شي نادي يلعبوا حتى هما، راه كاينين المواهب هنا. وشحال من فريق درت مع ماتش اميكال، درت مع ماتش اميكال ما كيبغيش ما عرفت علاش، حيت ما مخارطيش حنا في العصبة تيخاف على الدراري ديالو، وحنا كنوجهوا الرساله ديالنا لاي فريق بيشوف من الدراري هادو ولا يجي يشوفهم مرحبا به. عدد الشباب كثير بزاف هنا في طرس، اغلبيه الشباب كيميلوا لكره القدم بزاف، كتلقاهم كيلعبوا في الشانطي هنا، بزاف كيلعبوا في الشانطي، وكاينين الملاعب هنا وكاين واحد الملعب حتى هو هنا في زكان حتى هو تقريبا يفتتحوه، نتمنوا يفتتحوه اما قريب. كل حصه كل جمعيه كتعطيوها ساعه في السيمانه، حيت الاكتظاظ كاين بزاف وساعة ما كافياش للفروق الاحياء، الفروق الاحياء خصها على الاقل جوج حصص في الاسبوع تقريبا كل فئة تقدر تلقى 50 60 70 70 ديال الشباب ديال المنخرطين، كل فئة 70 حتى 50 كاينة هنا في حيطة الرصد. كاين اللي كيلعب مع فرقين، كاين اللي كينقاطع، كاين اللي كينقاطع بسبب مشاكل ديال المشاكل ديال سميتو القراية الدراسة، ما كي وقيتها فاش كيتريني وكان اللي عنده السوايع ما كيمشيش للحصه ديالو، وكان اللي كي سميتو كان اللي ما كيلقاش الوقت فين وقيتها فاش يتريني، حيت كاينه قرايه وكاينه حصص تاع السوايع. ثقافه الثالثه اعدادي طلع في نادي لالطراست، هادي من دابا الدوزيام عام مينيم، كنت في نادي اتحاد فاتحين زكان نشأت فيها، وتنشكر هاد جوج نوادي اللي تيصغرو على الإنشاء تاع المواهب، وتنطالبو من البلدية تزيدو وتنشأ بحال هاد الملاعب، حيت هما فاش تنفرغو الطاقة السلبية ديالنا تنلقاو مشكل فاش تنبيو نلعبو خصك تقاد الحجر في الشانطي بحال هكا، لا بيت ديال شي لا بيت لعب خص مثلا تخلص بحال هكا، لا بيت دابا انا نلعب ولا هذا خص تمشي حتى الملاعب في اكادير ولا في الوداد ولا في تيكيوين عاد باش تلعب. ما انس كان الله الا ما مشى بزاف اقسم بالله، تنلعبو ساعه هاد المكانه في السيمانه
السيمانه كامله تيطانا نهار تلعبوا في ساعه تاع المكانه، واش يكفيك تفرق الجيليات للدراري؟ واش كيفاش الا كنتي لاعب داخله ديك المناقشه اللي تتكون على تتشط لك ربع ساعه ولا نص ساعه تتلعب فيها انت، ولا لا فيديو هذا تعطاك ساعه من عند البلديه الا جيتيها، لكن تي جاي باغي تلعب خصك تخلص. وعندنا حنا واحد الملعب هنا اخر فرمل، هنا كاين حدا رحال ملعب رحال بن احمد، تا هو فاش تنكونوا كاع بزاف تنفرغوا الطاقه ديالنا، هو بحال هاد الملاعب هما اللي تيخليو الشباب ما ينحرفوش ويشدوا الطريق تاع البليه.